السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا حبيبي هنعمل حاجة حلوة لأطفالنا كده ولينا برضو الكبار بنحبها. عندي كوبايتين جوز هند وعندي كوباية حليب مكثف، وانا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. وعندي قطعة شوكولاتة مقطعة مكعبات عليها مكعب زبدة صغير كده، دي هنخليها دلوقتي. وعندي فانيليا، وعندي فانيليا. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هاخد كوبايتين جوز الهند هحطهم كده زي ما احنا شايفين. طبعا جوز الهند بيبقى متوفر كتير في كل بيوت، وساعات بيبقى فايض من رمضان، فاحنا بنستغل الحاجات دي كلها وبنعمل منها حاجة حلوة وتفرح بها اولادنا. اللي انا هعمله دلوقتي هبدأ احط اللبن المكثف، مش كله مرة واحدة، احنا عملناه مع بعض، شايفين سميك ازاي وتخين وجميل. احط شوية شوية كده وابدأ الم جوز الهند بيه كده عشان اشكل منه عجينة يسهل تشكيلها. اهو بالشكل اللي احنا شايفينه ده يا حبايب، اهو بخلي كله يتجانس مع بعضه اهو، مش عايز احط مرة واحدة علشان ما تبقاش العجينة سايبة من بعضيها، معرفش اشكلها، لانه طبعا جوز الهند ما بيشربش المكونات مرة واحدة، لازم حبة بحبة زي ما احنا شايفين كده. بستمر كده في التقليب زي ما احنا شايفين. انا حاسة كده لسه العجينة ناشفة معايا، هحط بقية الكوباية زي ما احنا شايفين كده، هفضي كل المكونات بتاعتها كلها، مش هخلي فيها حاجة، بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس كده انا فضيتها خالص اهو، وهستمر في في التقليب لغاية ما بقى استخدم ايدي في في ان انا ابسها كويس جدا عشان اخلي كل المكونات تدخل فيها. اهي اهي يا حبايبي، هبدأ بقى اسيب الاسباتيولا خالص زي ما احنا شايفين اهو، هنزل من عليها المكونات كده، وهبدأ اخليها تتجانس مع بعض. خلاص بقت تتشكل في ايدي، شايفين بقت عاملة ازاي؟ اهي بدأت تاخد شكل في ايدي. برضو هحاول لسه في جوز هند ما تشربش، هحاول اشربه على قد ما اقدر كده اهو زي ما احنا شايفين. هاجي بقى في المرحلة دي هحط كيس الفانيليا، كيس الفانيليا بتاعنا اهو، بيديها طعم جميل جدا وريحة قوية، ويبقى ريحتها حلوة يعني. هبدأ بقى انا برضو ادعك كل المكونات، انا ماشية معاكم خطوة بخطوة اهو عشان يبقى الطبق مظبوط، طبق الحلو ده، وتنفذوه لاولادكم اهو بالطريقة دي اهو، ملمسه اكنه ملمس البسبوسة، لو عجينة البسبوسة انتوا فاكرينها ملمس البسبوسة، بس ده لازم يدعك علشان يشرب المكونات اهو. مش هحط عليه طبعا سكر ولا حاجة، لان الحليب المكثف داخل فيه سكر كتير، وهو لسه هيتغلب بالشوكولاتة. هسيبها يا حبايبي بقى شوية كده يتشرب فيها الحليب اللي انا حطاه، وبعدين نقوم بتشكيلها. هبدأ يا حبايبي اعملها كور، وايدك بقى تبقى ميزان زي ما انت بقى تحبي حجم الكورة بتاعتك، اهي بتروحي ضغط عليها جامد كده اهي بتتكور معاك، وبالراحة ما تضغطيش عليها جامد هتلاقيها اتكورت اهي، حجم الكرة اللي انت عايزاه اعمليه اهو بالشكل ده اهو، تعمليها كور بالطريقة دي، بس كله على قد ما تقدري، يبقى قد قد بعضه، تضغطي ضغطة كده اهي وبعدين تكوري، تلاقيها صغيرة بتزودي حتة وهكذا اهو. طبعا هي اتمسكت وتشربت كل الحليب المكثف
الوصفة دي جميلة جدا ومغذية جدا، الولاد اللي مبيشربوش اللبن دي كويسة ليهم جدا اهي زي ما احنا شايفين. هنبدأ بقى ايه نعمل الكمية كلها ونشوفها. دي يا حبايبي الكمية كلها بعد ما كورناها على قد ما نقدر، يعني تكويرات قد بعضيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي، ناجحة جدا اهي. هبدأ بقى اجيب الشوكولاتة دي احطها في الميكروويف عشان تسيح ونغلفها مع بعض. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي سيحت الشوكولاتة، حطيتها في الفرن وحطيت عليها معلقتين لبن ومعلقتين زيت كمان، لان لقيتها تقيلة قوي بالزبدة، بس عشان طبعا تديها لمعة وتديها قوام كويس وتنساب على الكرات. وفرشت هنا كيس بلاستيك على الصينية. هبدأ اخد بقى واحدة واحدة كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وغرقها بالايه بالشوكولاتة زي ما احنا شايفين كده اهو بالراحة وبشرة اهي. الشوكة صغيرة خالص بس اخليها تعمم شوية بالشوكولاتة اهي بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهو. صفيها واحطها على الايه على الكيس بنفس الطريقة كده، اخد واحدة واحدة بالشكل ده. طبعا انا كنت احطها في التلاجة من شوية عشان ايه تتماسك واعرف احطها في الشوكولاتة، هي متماسكة بس عشان تزداد تماسك يعني اهو. بتظبطيها بالشكل ده اهو اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده اهو اهي، وبنحطها بالطريقة دي كل الايه المكونات بالشكل ده اهم يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. عملتهم في الشوكولاتة، هدخلهم بقى التلاجة يجمدوا شوية ونشوفهم في طبق الطبق ده جميل مغذي جدا لأطفالكو. ياريت ياريت تعملوه وتجربوه، حلو جدا جدا، مكوناته كلها بسيطة. شوفوا بدأت تشد ازاي من قبل لونها اتغير، وبدأت تشد من قبل ما تدخل التلاجة. كل المكونات في البيت ما خدتش وقت خالص. هدخلها التلاجة ونرجع نشوفها مع بعض. حبايبي زي ما احنا شايفين طلعتها من التلاجة جمدت طبعا اهي، شايفين دي الشوكولاتة الزيادة دي بنشيلها عادي كده، وهنبدأ نقدمها في بتوع زي بتوع الكب كيك الصغيرين دول. هنجيب الطبق التقديم بتاعنا وهنرص بقى فيه الايه الوحدات اللي احنا ايه عملناها بالشكل ده، شايفين شكلها جميل جدا وهتفرح الاطفال اهي. البتاعة دي رخيصة جدا، معرفش فيها 50 واحدة ولا كام، ب10 جنيه حاجة زي كده، بس حلوة قوي وبتخلي شكل الحاجة جميل اهي زي ما احنا شايفين اهي. هكمل رصها وارجع معاكم تاني. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الطبق بقى جميل اهو، خلصته طبعا جميل جدا، بتقدميه لضيوفك في عيد ميلاد للاطفال، طبعا حاجة هتفرحهم جدا جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والمشاهدة الكاملة واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.